خلينا نروح للدوري الاسباني، وهسالك عن المديرين الفنيين. مين اكتر مدير فني شايف ان هو الافضل لحد دلوقتي؟ يعني سيميوني لو استمر ان هو نتائج مميزه، وان هو قدر ان هو يعني يوصل باتليكو مدريد للليجا الثانيه على التوالي، اعتقد هو اللي هيبقى فارق. انشيلوتي مشكلته برضو هي اللي معروفه عن انشيلوتي، ان هو في الدوريات دايما هو عنده حته كده، يعني حتى الناس اللي بتحب الدوري الايطالي واللي كانت متابعه انشيلوتي ايام الدوري الايطالي بيبقى مع ميلان حاجه في اوروبا رهيبه، لكن في الدوري في تاريخه كله واخد دوري واحد ايطالي مع ميلان مستمر، فده برضو لا بس انشيلوتي من المدربين عموما اللي الناس كلها بتحبه، يعني ما فيش حد بيكره انشيلوتي، هو راجل جميل ورؤساء الانديه كلها بتحبه، لان هو ما بيعارضش حد، ما بيتخانقش مع رئيس نادي، ما عندوش مشاكل مع اللعيبه، فهو من الناس يعني واحد زي بيريز يحب انشيلوتي معاه. ولكن برضو ريال مدريد المفترض ان هو يستغل سقوط برشلونه بشكل اكبر من كده، كون ان النتائج يعني او النقاط اللي هو لسه متساوي مع اتلتيكو، لسه متساوي مع سوسيداد، ومش قادر يفرق شويه في الترتيب ان هو يبقى متصدر، فاكيد دي هتبقى مشكله طبعا. وكمان بعد الخساره المفاجاه في دوري الابطال من فريق يعتبر لسه صاعد، يعني او مش لسه صاعد، يعني لسه صاعد على الساحه الاوروبيه، اسمه لا يقارن بيهم اساسا، يعني مستحيل يعني حتى ككل حاجه. ف اعتقد لسه شويه، ودي اللي احنا كنا بنقوله ان سكوادز بتاعت ريال مدريد وبرشلونه فيها مشكله، وممكن لو استمروا كده مع الوقت هتحس ان الناس ما بقتش عندها الشغف بتاع الكلاسيكو زي ما هم عندهم الشغف دلوقتي في البريمير ليج. يعني كومان مع برشلونه في حال رحيله، كومان يعني في استمرار كومان ده مصلحه لاي حد هينافس برشلونه، لان ممكن ما يكونش المشكله في كومان برضو قوي قد ما هي المنظومه بتاعت برشلونه نفسها. برشلونه بقت بجد، كنت بقول لحضرتك في الفاصل، البعض خلاص بيوصف الفريق بان هو درجه ثانيه وثالثه، يعني احنا بنتكلم في اللي هو ايه، برشلونه لو استمر بالشكل ده، يعني ما حدش عمل اللي هو ايه انقاذ او انعاش لبرشلونه، هياخد الفتره اللي خدها ميلان، والناس كانت في فتره نسيت ميلان خالص. الايطالي انتر نفسه كان في فتره اتنسى بسبب القصص دي، فبرشلونه ممكن اليوم اللي بقينا نقول فيه على برشلونه الكلام ده. ما هو هي انت خدت بالك نواد قالت لك ايه؟ في ناس بتقول لك درجه ثالثه، يا نهار ابيض. بعد رحيل ميسي، يا نهار ابيض. ميسي كان هو اللي هو بنقول ايه، اللي كان مدي تقل لبرشلونه، او هو اللي بيقود برشلونه في الفتره اللي الهويه بتاع برشلونه نفسها ابتدت تختفي. ليه؟ لان الجيل نفسه اللي الناس ارتبطت بيه ببرشلونه في الالفيه زي ما بنقول كده، اللي هي من اول مثلا من 15 سنه فاتت او 20 سنه فاتت، اللي هو الجيل اللي طلع كله من الشباب تحت من المدرسه بتاعتهم، انيستا وتشافي، وكان معاهم ميسي، وكان في بوسكيتس، ومع اللي موجود بيول ابيدال، فتره الاخر فتره لرونالدينهو، فكل دي هي في توليفه حصلت في برشلونه. كان هم بس كل سنه يجيب مثلا ايه سامويل ايتو، ابراهيموفيتش، ديفيد فيا، سواريز، ناس بتكمل على الهويه والمنظومه بتاعتهم. كل دول لما اختفوا، اللي اعتزل واللي مشي من الفرقه واللي بطل، الهويه نفسها ابتدت تختفي، مع ان هم ما بيعوضوش، ما فيش حد من تحت، ما فيش مجموعه طالعه من تحت صح يعني توازي المجموعه اللي كانت موجوده، ولا في صفقات قدرت تغير فلسفه الفريق. فمع اختفاء يعني مع خروج ميسي، هو ده برشلونه. فهي بقى المشكله ان هو في اسبانيا يقدر يستمر ان هو يبقى من التوب فور في اسبانيا، ده مش تبقى صعبه بالنسبه لبرشلونه، ولكن مشكلته ان هو اوروبيا وعالميا لو استمر كده هياخد الفتره بتاعت ميلان، اللي هي ده كان في فريق اسمه ميلان، يعني ميلان هنا في مصر كان ليه شعبيه كبيره جدا والناس كلها كانت مرتبطه، لكن فجاه مفيش حاجه، يعني مفيش صحيح. ميلان اسمه مش بيتقال حتى بالظبط، ومع الوقت بيرجع ميلان تاني مع برضه سكواد ممكن الناس تبقاش عارفاه، ولكن كاسم ميلان ابتدى يظهر في دوري ابطال اوروبا، ابتدى يظهر في توب فور مع ابراهيموفيتش طبعا. فبرشلونه هيبقى يعني هياخد الفتره دي يعني. كويس.